تقدم جديد يحرزه الجيش الوطني في جبهة هيلان، إنجاز مهم للجيش في هذه الجبهة الواقعة إلى الغرب من محافظة مأرب والمحاذية لجبهة صرواح من الناحية الشمالية. التقدم جاء في أعقاب قصف مكثف لمدفعية الجيش الوطني على مواقع الإنقلابيين، لذا حقق هذا الهجوم أهدافه وتمكن الجيش من السيطرة على عدة مواقع في طريق سيطرته الوشيكة على التبة السوداء وغيرها من المواقع الاستراتيجية. تمت السيطرة عليها سيطرة كاملة، وكما تلاحظ في الفيديو الخنادق وجثث الميليشيات وعتادهم مع كامل معداتهم. والآن نحن بفضل الله عز وجل تقدمنا وسنسيطر على معسكر هيلان الذي يظهر أمامنا وعلى التبة السوداء والمقاطع الأريالات بإذن الله عز وجل. يهدف الجيش من وراء تحركه العسكري هذا إلى منع الإنقلابيين من مواصلة إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب من جبل هيلان وإحكام الطوق على مدينة صرواح. على مدى 6 أشهر شهدت هذه الجبهة جموداً إلا من بعض التسللات المتقطعة لعناصر الميليشيا والتي كان الجيش يصدها، الأمر الذي ساهم في استفادة الجيش القصوى من عنصر المفاجأة حينما تحول من الدفاع إلى الهجوم. فر الإنقلابيون من هذه التحصينات مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأسلحة في مؤشر على قوة الهجوم وعلى الاستثمار الجيد من قبل الجيش للهجوم المفاجئ الذي أربك المدافعين في هذه الخنادق وحملهم على الفرار إلى غير رجعة. وفي محافظة الجوف المجاورة سيطر الجيش الوطني على معسكر الغريمين بمديرية خب والشعف إلى الشمال من المحافظة، كما سيطر على عدة مناطق قرب المعسكر وتقدم أكثر من 30 كيلومتراً باتجاه منطقتي اليتمى والأجاشر. وفي المحافظة ذاتها سقط العشرات من عناصر الميليشيا الإنقلابية بين قتيل وجريح في سلسلة غارات جوية للتحالف على مناطق حدودية في المحافظة، واستهدفت هذه الغارات آليات ودوريات عسكرية للميليشيا على الخط العام الدولي ومواقع من بينها المهامش والعناب والأبتر، فيما أفاد شهود عيان بأن الميليشيا نقلت جثث قتلاها وجرحاها إلى مساجد منطقة اليتمى ومراكزها الصحية.